تابعين نحن وياكم بجولتنا ومصلى سوا للانترناشنال بريس. البداية مع الصحف الفرنسية وخاصة صحيفة الفيجارو، وبنقرأ أنه قال وزير الخارجية الفرنسي أنه على كوريا الشمالية إثبات صدقة بالتفاوض على نزع أسلحتها النووية، وهالشي بعد ما هددت بيونغ يانغ بإلغاء القمة المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف لودريان من الممكن أن يكون في